والدجاج هذا شويه زين وطري، ما شاء اجي وكل دجاج، تنبيع العصير، تنبيع كل شيء، شي حاجه زويونه. وكاين العشوب، الزعاتر وكذا، ومرقد، مرقد نهار ونص، باش ترقد ديالو صعيب شي شويه. وانما كاينه البنه اللي كاينه تما، والكليان يشكروا هادشي كامل. هانا هذا الدجاج سميتو المدمس، وشي حاجه زواونه، ماشي الضرب وتعرف شنو تضرب. وسولوا عليا بالسلاح، حي رحمه سيكتور السي، مرحبا. تنكون لك المحل ديالي، ها هو شويه على حساب الضعفاء ديال هكا، وفهمتيني، مكونات الحانوت هو هذا. تبارك الله وصلى على النبي، الله يجعل البركه. هادشي اللي عطى الله والسوق، انا قدام بغينا نزيدو شي تحسينات، شي حاجه زوينه، الله يستر على الدراري لي زونفو كاملين وكل شيء. احنا مع خوتنا مسلمين. عطي العصير خويا، خويا اسمح عبد العصير، خويا اسمح عبد العصير، مرحبا. عطي هذاك الكاس ديال 4 دراهم، سنت الله توفيق ليا. هاك انا جينا بواحد الحي شويه ما بينه وبين، راه زعما راه لو كان شي احياء زوين راه ناخذ شي حاجه احسن من هذا الشيء هذا. والله يجعل البركه، هذا الشيء كامل الله يجعل البركه. وعاش الملك، هذا الشيء اللي نقول، عاش الملك. المسلمين انا بهذه مدينه سالا، تبارك الله على مدينه سالا وجميع المدن من طنجه للقويره، فهمتيني، حي رحمه السيكتور السي اللي عايشين فيها حنايا. احنا ديما عايشين مع الخوت والمجمع هو هذا، وانا عندي الحانوت ديال الشوايه، الله يجعل البركة. هادشي اللي كاين، واكلين بيه خبيز، عنده ما عندوش تعطيه، ولا عنده تياكل، وكلشي ديال الله. المحبوب الجماهير مع عمرك تخير تخب تخص كاع. كيفاش داير الاجواء عندكم؟ بخير شوية، اللهم لك الحمد. لا عايشين، راك عارف، أحياء شعبية هي هادي، وهادشي اللي كاين. ما كتلقاش مشاكل هنا كيف شي كاين؟ لا مشاكل، لا مشاكل ما تلقاهاش، تلقى الدراري عايش معاهم من بكري الطفولة. تيحترموني، تيحترمهم كلشي، الدراري هنا لي زونفو كلشي، الله يعمر هذا. انما تحترم تحترم، كبروا حدايا كلشي، ودير هاد الحانوت تنترزق معاهم الله. وهادشي اللي كاين، كاين شي يقول على هاد الاحياء ديال الاجرام، حنا تنشوفو هنا عايشين بحال الخوت بحال الاحباب. لا ما كاينش اجرام، تيبغي يدير اجرام تيدير راسو، هادشي راه ماشي باش يدير اجرام. ولكن الناس دراوش عايشين معاهم احياء شعبيه، تناكلوا معاهم خبيز، تاهما ندقوا معاهم شي من الخلق ديالنا، وهادي هادشي اللي عطى الله وصافي، فهمتيني، هادشي اللي عطى الله. ومن هادشي كامل الدراري ماشي دايرين كلشي زواون وكلشي بخير، وانا عايشين معاهم وصافي. وخايب اذا جاك خايب راه تتعامل معاه حتى هو، ما تجيش تتعامل معاه خايب وكذا، تدير ليه حتى هو مسكين، حتى هو القانون ياكل. هادشي اللي كاين، حنا ولاد باب الله، كول ووكل. تنصايب شي كولو وكل اخويا. تنشوفك كتخدم هي بالليل بزاف، شحال هكا بالليل كتكون؟ حيت بالليل اغلبيه الليل عندنا واحد 4 السوايع ديال الليل هي اللي تنخدموا بها. صافي هادشي اللي كاين. كتخدم ايام العيد ولا؟ لا ايام العيد تنريحوها، رمضان تنريحوه، هادشي اللي كاين، غادي مع الخوت وصافي. بالنسبه لخونا عبد الرحيم راه دريري دريويش، وعنده هاد السناك هذا، تيتعامل مع الناس كاملين زوين. اللي جا كياكل كي عندك كيما عندك، غاتجي غاتاكل عنده، فهمتيني. هو اصلا هو شعبي، تيتعامل مع اي واحد زوين، كبير صغير، تيحترم الكبير قبل تيحترم الصغير قبل من الكبير. ولا ما عندك تجي تاكل مرحبا، وخا تكون براني، وخا ما تكونش ولد مدينة سلا ولا هادي، تجي عند عبد الرحيم والله حتى للدار الكبيرة وهادي، وما يخصك معاه تا خير. المهم هذا راه أحسن سناك بالنسبة لي أنا في هذا الحي هذا، تيجيني أحسن سناك ياكل عنده بنان. داك الشيء نقي فهمتيني، خاطينا من العنان، خانزو بنين، راك عارف أنتم هاد الشيء أصلا، بحال تتاكل في داركم كل شيء. ها نشوف كل شيء، تبارك الله نقي داك الشيء، راك عارف. وعاش أخونا عبد الرحيم أحسن سناك بحال حنا. تحية ثانوية، تحية سنوية يا خويا عبد الرحيم.